أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قصف 3 مواقع رادار ساحلية خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ردا على هجوم استهدف مدمرة أمريكية قبلة مضيق باب المندب. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن هذه الضربات المحدودة تأتي في إطار الدفاع عن النفس وحماية أفراد الجيش والسفن الأمريكية وحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام. بالمقابل أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عدن. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما السيناريو الأمريكي المحتمل على ضوء التوتر الأخير في باب المندب؟ وما تبعات وتداعيات التوتر الدولي والتدخل الإيراني المتزايد على مستقبل الأزمة اليمنية؟ تدخل الأزمة اليمنية منعطفا جديدا من المؤكد أن يلقي بتبعاته وتداعياته على المسارين السياسي والعسكري، ففيما يرى مراقبون أنها خطوة لتدويل الصراع في هذا البلد الغارق في الدم والسلاح، يرى آخرون أنها مناورات أشبه بجس النبض وردود فعل خاطفة لن يطول أمدها ولن يكون لها تأثير على مجريات الصراع في اليمن. ففي الوقت الذي أعلنت واشنطن على لسان المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أن قواتها ردت على هجمات صاروخية للمتمردين الحوثيين على مدمرتها واستهدفت 3 مواقع رادار ساحلية، أعلنت طهران إرسالها سفينتين حربيتين إلى خليج عدن في خطوة تشير إلى تصاعد حدة التوتر في المياه اليمنية، وهو ما يعتبره العالم تهديدا خطيرا للملاحة الدولية. نتابع التفاصيل في سياق تقرير الزميل كمال حيدرة، ومن ثم نذهب للنقاش. دفعة أخرى لتأجيج الصراع في اليمن وحولها. الوقت والأسلوب المناسبان اللذان هددت بهما الإدارة الأمريكية قبل يومين لمعاقبة مطلق الصواريخ على بارجاتها في المياه الدولية قبالة السواحل الغربية اليمنية جاء أسرع من المتوقع. الجيش الأمريكي أعلن أنه شن ضربات بصواريخ كروز على 3 مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تلك الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية فاشلة هذا الأسبوع على مدمرات للبحرية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن هذه الضربات المحدودة للدفاع عن النفس نفذت لحماية أفراد جيشه والسفن التابعة للجيش الأمريكي وحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد آخر لسفنها وحركة السفن التجارية حسب الحاجة. تأتي هذه التطورات المتسارعة عقب هجوم ثاني استهدف المدمرة USS ماسون قرب محافظة الحديدة، وبعد أن أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ترى مؤشرات متزايدة على أن المقاتلين الحوثيين وراء الهجوم على المدمرة الأمريكية قبالة السواحل اليمنية. وبهذه العملية تدخل الأزمة اليمنية منعطفا جديدا سيلقي بتبعاته على مساريها السياسي والعسكري، وفيما يتوقع بعض المراقبين أن تكون هذه العملية خطوة لتدويل الصراع في اليمن بشكل جدي ودخول لاعبين جدد بكل تأثيراتهم. يرى البعض الآخر أن هذه العملية لن تتجاوز الضربات الخاطفة على مواقع تهديد الملاحة الدولية ولن يكون لها تأثير على مجريات الصراع في اليمن أكثر مما هو قائم، ولكن ما لا يمكن تجاوزه هو أن الأزمة اليمنية لن تمضي من هذه اللحظة بذات الطريقة التي كانت تسير عليها خلال العامين الماضيين. إذن مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي الذين معي الآن: أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي، وكذلك سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وأبدأ معك سعادة السفير، إذا ما بدأنا من الرد الأمريكي الأخير على مواقع المتمردين الحوثيين بحسب إعلان البنتاغون، هل يشكل هذا التصعيد منعطفا جديدا تدخل فيه الأزمة اليمنية وراءه واشنطن وكذلك إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم دكتور محمد. أنا أعتقد أنه بالتأكيد يعني هذه التطورات الأخيرة تشكل منعطف جديد في 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 الصراع الدائر في اليمن. يعني مرارا وتكرارا حذرنا من ما يمثله الحوثي من خطر على الملاحة الدولية، وأعتقد أن الإشكالية يعني من فترة طويلة كأنها أخذت هذا الحجم في الأسبوع الأخير بعد التصعيد الذي أولا استهدف السفينة الإماراتية، وأعتقد كان هذا بحد ذاته تطور خطير وكبير جدا، ثم عقبه المحاولتين الفاشلتين على المدمرة الأمريكية. وأعتقد أنه أمس رمزيا حتى في الرد
يعني كما يعني هو معروف انه امس كانت الذكرى السنويه لضرب المدمره كول. فبالنسبه للجانب الامريكي كانت هناك رمزيه كبيره جدا بان يتم الضرب ويتم الرد كذلك في ذات الذكرى السنويه لضرب المدمره كول. انا اعتقد انه اذا لم يتم السيطره على هذه الافعال ورد الافعال اعتقد هذا قد يقود المنطقه برمتها الى صراع اكبر. لذلك من المهم جدا ان يتم التعاطي مع هذا الامر بحكمه شديده. طيب هذا الامر والاستهداف ورمزيته نفاه يعني نفى الحوثيون استهداف او وقوفا وراء الهجمات الصاروخيه على المدمره الامريكيه في البحر للمره الثانيه على التوالي، برايك ما سر هذا النفي؟ هل يمكن ان تقتنع واشنطن بنفيهم؟ والله انا اعتقد انه مصداقيه الحوثيين يعني مساله يعني لا يمكن يعني واضحه. لا اتذكر انه في اي فعل من الافعال الكبرى التي او الحماقات التي قاموا بها المنطقه يعني اكدوا او التزموا دائما ما ينفون، وواضح بان يعني ينفون العلاقه الاستراتيجيه واللوجستيه مع ايران، وهناك الكثير من الشواهد والادله التي تؤكد طبيعة هذه العلاقة ومداها، ينفون انقلابهم على العملية السياسية ورمة العملية السياسية وما أصبحنا عليه بسبب هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي صالح. نعم. يعني في كل ما جرى منذ أن ابتدأت هذه المسيرة لحد اليوم لم يتحملوا مسؤولية أي فعل من هذه الأفعال التي قادت اليمن إلى هذا الوضع الخطير إنسانيا والخطير اقتصاديا والخطير سياسيا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور أحمد عوض. أنتقل إلى دكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت. دكتور محمد، هذا منعطف جديد ربما أشبه بالتدويل تدخل فيه الأزمة اليمنية، ربما يلقي بتبعاته على المسارين السياسي والعسكري الذي يجريان في اليمن الآن. برأيك إلى أين سيمضي اليمن وفق هذه التطورات؟ يعني هو كما تفضلت وكما تفضل سعادة السفير هذا منعطف جديد، ولكن ليس علينا في هذه المرحلة حتى نعرف بالضبط القراءة الصحيحة لما حدث أن ننظر إلى اليمن، علينا أن ننظر إلى طهران. فبالتأكيد أن هناك تعليمات للحوثيين، وكما تعلم فإن الحوثيون لا يستطيعوا أن يتحركوا إلا بأوامر من طهران، وطهران الآن تقرأ القراءة الآتية أن شهر العسل مع الإدارة الأمريكية الحالية تودع، وربما أيضا من أجل الحديث عن هذا الشعار الكبير الذي يتحدث به الحوثيون دائما اللي هي الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، هنا في حقيقة الأمر تحضير للقادم من الأيام. يعني قراءة الإيرانيين بأن هذه الإدارة التي تودع سوف تأتي إدارة أكثر حزما مما كانت عليه، وليس سرا طبعا أن الإيرانيون كانوا قد صرحوا أكثر من مرة بأننا إذا لم نأخذ ما نريد من الإدارة الأمريكية تحت مظلة أوباما فلن نأخذ شيئا بعد ذلك. يعني هذه أنا أعتقد الفكرة الرئيسية في هذا التصعيد، ومن أجل كسب بعض الأراضي لدى البسطاء والسذج أننا قاومنا حتى أمريكا في مضيق عدن وباب المندب. طيب في يعني الهجوم الذي تبناه الحوثيون هو هجوم على السفينة الإماراتية سويفت قبل فترة قصيرة، هذا الهجوم بحسب تقرير أو ورقة بحثية أعدته معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى، التقنية المستخدمة بهذا الهجوم هي تقنية مشابهة استخدمها حزب الله في هجوم عام 2006، يعني هي تقنية إيرانية مطورة إيرانيا. وفقا لهذا الأمر ووفقا لاستهداف لمدمرتين أمريكيتين أو مدمرات أمريكية جاءت يعني كتعامل مع الهجوم السابق على السفينة الإماراتية هذه، الأمر يتصاعد، لكن ما وجهة النظر الإيرانية؟ ماذا تريد إيران من ذلك؟ يعني إيران تريد أن تمهد الآن لما يمكن أن تتصوره هو انقلاب في السياسة الأمريكية في الولايات المتحدة
حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط برمته، وليس جديدا. يعني إذا أخذنا الأمور كما هي يعني واضحة المعالم، ليس جديدا بأن السيدة هيلاري كلينتون في الغالب هي التي سوف تكون رئيسة الولايات المتحدة في يناير القادم، وأيضا لها تصريحات واضحة وكتبتها في أكثر من مرة بأنها تعتقد بأن الدولة الإيرانية هي راعية للإرهاب، وأن الحرس الثوري هي منظمة إرهابية. هذا كلام قالته علنا. من هنا فإن هذا التصعيد هو محاولة لإرباك الإدارة الأمريكية في مرحلة التحول، في مرحلة انتخابات، وربما أيضا محاولة للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة. يعني علينا أن نقرأ هذه القراءة كما تفضلت، فإن الأسلحة المستخدمة هي تقنية إيرانية، وبالتالي قدمت لهم هذه التقنية وصعدوا أولا مع السفينة الإماراتية، والآن صعدوا مع السفن الأمريكية الحربية. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور محمد. أعود إلى سعادة السفير أحمد عوض بن مبارك. دكتور أحمد، الآن هناك ما يوصف بالمجاملة الأمريكية للحوثيين والتعامل الهش أو الرخو إن صح التعبير معهم، هل تتوقع تغيرا في هذا التعامل وفقا لهذه الاستهدافات الجديدة والهجومات المتتالية باتجاه المدمرات الأمريكية، أم أن الأمر سيظل في سياق التعامل الأمريكي الهادئ في هذه الملفات؟ أولا أنا أتفق تماما مع تحليل الدكتور محمد، ويعني في علاقة إيران، لأنه أنا أعتقد أن ما حصل هو لا يصب في مصلحة الحوثيين، بالعكس يضعف موقفهم السياسي ويحول كثير من الضغط الذي الناشئ عن عملية الصالة الكبرى وغيرها. فبالتالي أنا أعتقد أنه إذا نظرت للعملية الأخيرة من زاوية حوثية صرت هو ليس مصلحتهم، لكن لأن الحوثي هو بدور وظيفي في إيران عابر لموضوع المصالح الوطنية، أنا أعتقد نشاهد كثير من التصرفات التي يعني تنشأ من الحوثيين ولا تصف في المصلحة في مصلحتهم الضيقة حتى، وليس في المصلحة الوطنية. في التتبع الموقف الأمريكي من الـ من الـ من الـ الحوثيين والانقلابيين، أنا فقط ألفت أنه خلال الشهر الماضي أو الأسبوعين الماضية كان هناك في جملة من التصريحات الشديدة في اللهجة على غير العادة صادرة عن الإدارة الأمريكية، سواء في التصريح الذي صدر عن الستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية فيما يتعلق بالأمريكيين المختطفين في صنعاء، وكانت في هناك اختلاف كامل في اللهجة التي يعني تجاه الحوثيين، ثم الآن بالتصعيد الذي حصل نتيجة لضرب. أنا أعتقد أنه هناك ضغط كبير على هذه الإدارة، وهي يعني في 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 فترتها الأخيرة محاولة لإحراجها، محاولة لجرها، وفي إطار ما يحدث من يعني تبادل في الملفات، خاصة مع الملف السوري والدور الإيراني، وما يحصل الآن من صراع على بين روسيا وأمريكا وإيران في نفس الاتجاه فيما يتعلق بالملفات الكبرى. أعتقد أن ما يحدث الآن في منطقة البحر الأحمر في اليمن تحديدا له علاقة بهذا الأمر. أنا أعتقد أنه سنلحظ خلال الأيام القادمة كذلك مزيد من التصعيد في اللهجة السياسية، مع التزام واشنطن فيما يتعلق بالدفع معالجة الملف اليمني عن طريق المشاورات والعودة للعملية السياسية التي أراها كل يوم تبعد نتيجة لهذا التعقيد الذي يحصل في أكثر من جبهة. طيب سعادة السفير، الآن واشنطن لا تعتبر الحوثيين تنظيما إرهابيا على الرغم من أفعالهم المتتالية يعني بحق اليمنيين، وتتعامل معهم على أنهم فصيل سياسي أو طرف أصيل من الشعب اليمني بدون إشكالية وجود سلاح معهم. هذا الأمر ألا يدفع بالحكومة اليمنية إلى الضغط على واشنطن لكسب المزيد من الأمر سياسيا على الأقل في التعامل مع الحوثيين، على أنهم ما باتوا نوعا من الفصيل الذي يتعامل بسياسية مع الملفات؟ احنا خطابنا السياسي مع الإدارة في كافة المحافل نؤكد على هذه المسألة، ونؤكد أنه مقدار الخطر الذي يمثله الحوثيين على اليمن وعلى الاستقرار والأمن المحلي والإقليمي والدولي هو بقدر ما تمثله كل التنظيمات الإرهابية التي نشطت وتنشط في اليمن، ونؤكد على هذا الأمر. لكن كما تعلم بأنه
يعني في النظرة الكلية لكثير من الدول تحديدا الدول الأمريكية. أنا أعتقد أنه يعني بين 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 مزدوجين، الطرف الإسلامي الشيعي الوحيد الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية هو حزب الله، والارتباط ذلك بملفات أخرى. لكن لا يزال يرى أن الحوثيين خطرهم فقط محصور داخلي، لا ترى السياسة الأمريكية لحد الآن يعني حجم الخطر الذي يمثله حركة الحوثي إقليميا ودوليا. طيب. لذلك أعتقد هذه التصرفات الأخيرة يعني ستلعب دور كبير جدا في تغيير هذا وجهة النظر هذه. طيب، بسؤال أخير سعادة السفير، بحسب اطلاعك على الملف الداخلي الأمريكي وموضوع الانتخابات وما شابه، وكذلك في التعامل الأمريكي عادة، هذا الاستهداف للبوارج الأمريكية هل سيستدعي عملا عسكريا أكبر لأمريكا في اليمن؟ وفق المؤشرات الحالية لا يبدو ذلك، في إطار يعني الأفعال وردود الأفعال المقابلة. إذا يعني ضمن هذا الإطار، طبيعة التصريحات التي صدرت توحي بأن الإدارة حريصة على احتواء هذا الأمر، إرسال رسالة قوية بأنه لا يمكن السماح باستهداف أي مصالح أمريكية، وهذا ما تم يعني أمس. لكن المؤشرات لا توحي بأن الإدارة باتجاه أن تتعاطى مع هذا الأمر بتصعيد أكبر. أشكرك سعادة السفير اليمن لدى واشنطن دكتور أحمد عوض بن مبارك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى دكتور محمد الرميحي. دكتور محمد، قبل قليل أهملت نوعا ما من أهمية رغبة الانقلابيين في هذه الحادثة، بل اعتبرت أن هناك رغبة إيرانية أكبر تسوقها هذا الأمر. يعني ألا ترى برأيك أن الانقلابيين باتوا في مربع يحتاجون فيه إلى خلط أوراق المنطقة بشكل أكبر محاولة لإنقاذهم في هذه الفترة؟ يعني أنا أتفق مع تحليل سعادة السفير بأن الحدث نفسه، الاعتداء على البوارج الأمريكية من الحوثيين، هو ليس في صالح الحوثيين. إنما القضية الكبرى هي أن إيران تنظر إلى الساحة كاملة من منظور استراتيجي في محاولة تمدد في هذه المنطقة. فعندما صار هناك حديث يعني سرب مجموعة من المعلومات بأن الولايات المتحدة تفكر في ضرب بعض المنشآت العسكرية السورية، أرادوا الإيرانيين أن يقولوا نحن نستطيع أن نزعجكم في أماكن أخرى، يعني ليس في سوريا أو في العراق فقط، ولكن أيضا في اليمن. الآن الاستراتيجية الإيرانية هي واحدة تقريبا، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، وهي أن تستخدم فصيل صغير في حالة ضعف الدولة أو تفككها من أجل أن يقوم بتنفيذ الأجندة الإيرانية. ليس مهما لديها مصلحة اللبنانيين، وليس مهما لديها مصلحة السوريين، وأيضا ليس لديها يعني مشكلة مع مصلحة اليمنيين. فأنا تقديري يعني هذا خلافنا الرئيسي مع الحوثيين. لو كانوا فصيلا سياسيا لما كان هناك مشكلة في اليمن، ولكنه فصيل سياسي يريد إلحاق اليمن بولاية الفقيه. هنا هذا الخلاف الحقيقي والعقائدي، ومن هنا فإن هذا الأمر يعني إما أن تقع اليمن تحت يد الإيرانيين، وقد قالوها مرارا بأن لديهم الآن ثلاث عواصم سابقة، بيروت، دمشق، بغداد، ثم ألحقوها بصنعاء. فإذا الاستراتيجية أو متخذ القرار في إيران ليس مهما لديه النجاحات أو الفشل للحوثيين في اليمن، يعني هو مستعد أن يضحي بهم كما ضحى بأشياء كثيرة مختلفة. هنا يجب أن نفهم هذه الساحة بهذه الوضوح، محاولة لقرص الأذن كما يقال للإدارة الأمريكية، يعني إذا تحركت في مكان ما نستطيع أن نزعجك في مكان آخر. وأنا أعتقد بأن هذا التوجه سوف يتصاعد في الأربع إلى خمسة أشهر القادمة إلى أن تتضح الصورة في الإدارة الأمريكية القادمة.
طيب دكتور، التحالف وفقا لكل ما تفضلت به أين يقع؟ ما هي ردة الفعل المتوقعة؟ كيف سيؤثر التواجد المتزايد للسفن الدولية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وكذلك خليج عدن على عمليات وسير عمليات التحالف وإمداداتها على المناطق أو إمداداتها في المعارك التي تقوم بها على طول الشريط الساحلي الغربي؟ يعني احنا الان سيدي الكريم نقطف نتائج يعني التباطؤ ولا اقول التراخي الامريكي تحت قيادة السيد اوباما. يعني الان نقطف تلك الثمرة المرة، واعتقد الجميع الان يعني يراهن على الإدارة الامريكية القادمة، وواضح بان الإدارة الامريكية على الاقل لن تكون كالإدارة الحالية بهذا التراخي. فإذا لابد من خطة استراتيجية، وأعتقد يعني بدأ الحديث فيها يتضح من خلال الاجتماعات المتكررة مع بعض الحلفاء، كما حدث قبل أيام في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين مع وزير الخارجية التركي. وأعتقد هناك حديث أيضا خلف الأبواب مع احتمالات الإدارة القادمة بأن يجب أن يكون هناك استراتيجية متكاملة في هذا الأمر لإطفاء كل هذه الحرائق وتغليب مصالح الشعوب والاستقرار في هذه المنطقة. طيب بسؤال أخير دكتور محمد، في مقال لك سابق بخصوص اليمن والفرص والمواقف، أشرت إلى عدم استخدام الفرص المتاحة في يد مجلس التعاون تلك التي تحد وكذلك تمنع من سقوط اليمن في المستنقع الإيراني، ما الذي قصدته بالضبط؟ يعني أنا أعتقد أن مجلس التعاون كان يعني في السابق التدخل كان يجب يكون أكثر وضوحا، إنما أخذت الأمور بحسن النوايا، وفي السياسة في بعض الأوقات حسن النوايا يقود إلى جهنم كما يقال. فتقديري أنا بأن يعني أنا أحاول أن أحث الإخوان متخذي القرار في مجلس التعاون أن تكون لديهم استراتيجية واضحة المعالم. تقديري بأن الإيرانيين يعني الصراع هو إيراني عربي، والإيرانيون يريدوا أن تبقى هذه المنطقة مفككة وغير متعاونة، وبالتالي لا. التوجه أولا إلى شيء من الكونفدرالية الخليجية، وأيضا الحديث في المستقبل إلى أن تكون اليمن داخل هذه المنظومة. بذلك نستطيع الحقيقة أن يعني نجعل هناك صفا يحتوي على الحد الأدنى من العمل الاستراتيجي المستقبلي. تعرف اليمن فيها 25 مليون إنسان ومخزون بشري كبير، لهذا السبب فإن هذا النوع من التحالف الاستراتيجي طويل المدى يستطيع أن ينقذنا جميعا من أن نقع تحت الاستعمار الإيراني الجديد. أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت دكتور محمد الرميحي، شكرا جزيلا لك. ينضم لنا مشاهدينا الكرام الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء النور لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا أستاذ سليمان. هناك توتر كبير في المياه اليمنية، هذا التوتر تتصدره واشنطن، طهران وكذلك المتمردين الحوثيين. برأيك وأنت المطلع على ما يجري في وسائل الإعلام السعودية، ما تبعات وتداعيات هذا التوتر على اليمن والمنطقة بشكل عام؟ أنا أعتقد أنه هذا التوتر متعمد ومفبرك، وهو لاستدعاء المزيد من التدخل الأمريكي، وهي يبدو لي رغبة إيرانية لتدويل الأزمة اليمنية، لأنه التدويل كما رأينا في سوريا جاء لصالح إيران. القوى الكبرى الآن يعني دخلت في طبخات سياسية مع إيران مع الأسف الشديد، حتى حلفاء الخليج مثل الولايات المتحدة. يعني هناك اشتباه في أن الولايات المتحدة يعني لها علاقات سرية مع إيران. هذا الذي حصل في مياه اليمن أنا أعتقد أنه يعني محاولة لجر الولايات المتحدة للصراع وللضغط على حلفاء، لأنها لا تستطيع الضغط على إيران ولا على الحوثي، ودخول الولايات المتحدة هو للضغط على حلفائها فقط، ولذلك لا خير يرجى من هذا التدخل
لأن العملية العسكرية التي قامت بها واشنطن محدودة جدا وضعيفة وليست استراتيجية وربما لا تكون حتى تكتيكية. يعني ضرب 3 رادارات عمل يمكن للتحالف أن يقوم في غارة واحدة. ولذلك فأنا لا أعول على مثل هذا الاشتباك من الناحية السياسية لصالح القضية اليمنية. طيب أستاذ سليمان، يعني هو الأمر بدأ منذ أن هوجمت السفينة الإماراتية سويفت، حينها أو بعد ذلك البحرية الأمريكية نشرت 3 سفن من بينها مدمرة الصواريخ الموجهة USS ميسون التي استهدفت الآن بهذه الصواريخ. هناك القلة ربما في السفن التي يتاح للتحالف استخدامها في نقل الإمدادات لمعاركه في الساحل الغربي. برأيك الآن كيف ستتعامل دول التحالف مع هذه التصعيدات العسكرية، وكذلك هل عليها أن تحسم معركة الساحل الغربي بشكل أسرع برأيك؟ لا، أنا في الواقع ليس لدي معلومات عن أن هناك يعني خط أحمر أمام التحالف للعمليات العسكرية البحرية في الساحل الغربي لليمن. هل هناك قدرة؟ نعم أنا. ما مدى القدرة هذه؟ السلاح البحرية السعودي موجود، ويعني كذلك هناك قطع بحرية لعدد من دول التحالف. ولكن الذي يعني أنا يعني أراه أنه ليس الموضوع على من يعني في الميدان العسكري. أنا لا يعني أعتقد إنه الولايات المتحدة ممكن أن تضيف أو تنقص في ميدان المعركة. أنا أعتقد إنه الدور الأمريكي من خاصة في اليمن، بالذات اليمن، يعني لأنه الدور العسكري الأمريكي ممكن يكون نافع و و و و و و, و, و وله نتيجة في أي مكان في العالم. لكن في الوضع اليمني أنا أعتقد أنه أهل اليمن أدرى به وأهل المنطقة أدرى به من الولايات المتحدة، وأنه مجرد دخول الولايات المتحدة لن يضفي شيئا جديدا سوى يعني خدمة الاستراتيجية الحوثية، سواء من ناحية الدعاية أو من ناحية التعبئة العقائدية للمعركة. أنا أعتقد إنه الدور الأمريكي الإيجابي هو يمكن أن يكون في الساحل اليمني سياسيا عبر الضغط عبر مجلس الأمن، وعبر يعني الضغط على أعداء حلفائها وليس على حلفائها، لأنه في واقع الأمر كل النشاطات الدبلوماسية التي قام بها كيري ومبعوثيه في الفترة الأخيرة كلها ضد مصالح التحالف العربي وضد مصلحة الحكومة الشرعية. ولذلك أنا يعني أقلل بقدر ما من العملية العسكرية الأمريكية في اليمن. لما الولايات المتحدة موجودة من قبل الحرب في اليمن، موجودة عبر طائرات بدون طيار، وموجودة كنشاط استخباراتي، وهي على كل حال يعني ليست غريبة عن اليمن وعن المنطقة. طيب برأيك أستاذ سليمان، وبسؤال أخير، هل يمكن للأحداث الأخيرة أن تؤثر في الموقف الدولي على المتمردين، أو بخصوص المتمردين الحوثيين بداخل مجلس الأمن؟ كذلك ما هي السيناريوهات المطروحة والمحتملة في اليمن؟ مثل ما قلت لك أخي الكريم، إذا كان هناك إرادة سياسية أمريكية للتضييق على الحوثي، فيمكن لواشنطن أن تستثمر ما حصل لجيشها وللمدمرة الأمريكية، مثل ما استغلت حادثة القاعدة والمدمرة كول في عام 2000. صعدت الولايات المتحدة واستخدمت هذا العمل الإرهابي الذي نتفق جميعا أنه عمل إرهابي لأنه يمس السلام والأمن الدولي، واستثمرتها سياسيا عبر قرارات مجلس الأمن وعبر تحشيد سياسي وتحالفات
ورأينا أنه النتيجة الثالث كانت عمليات عسكرية، صحيح أنها يعني جاءت متأخرة، ولكنها يعني أسبقت بعمل عسكري سياسي وعمل يعني دبلوماسي في الأمم المتحدة. لذلك أنا أعتقد إنه الولايات المتحدة إذا أرادت أن تصعد مع الحوثي ومع كفيله الإقليمي يمكنها ذلك، ويمكن أن تقدم بذلك خدمة جليلة للقضية اليمنية. لكني أشك أنه ما جرى يعني أن يستنفر الحس الأمن القومي الأمريكي بالدرجة التي نتوقعها. الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد القاسم منتج البرنامج، كذلك الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.